وين كنتي؟ أهون، أنت رعبتني شوي. كيف كان يومك؟ لا تغيري الموضوع إشكي. تعرفي وين كنت اليوم؟ بقسم الشرطة، بس ما حدا بيعرف أنت وين كنتي. يلا خبريني. ما هربت برا البلد، كنت هون بالمدينة. خليني روح شعل إضاءة أقوى. وين كنتي إشكي إليلي؟ عود، ممكن تقعد؟ خلينا نحكي بهدوء. وين كنتي؟ كنت بعرف إنك رح تكون فايق. وين كنتي؟ قليلي احكي. انت ليش عم تحكي معي بهالنبرة وكأني بتحقيق شرطة؟ لأني ببساطة بخاف عليكي، ويلي بخاف على التاني حقه إنه يسأله. لهيك قليلي يلا، وين كنتي؟ أكيد ما كنت عم هرب ذهب. لا تحقق معي. عن جد؟ لكن شو مشكلتك؟ ليش ما عم تقولي لي؟ ما عندي أي مشكلة، بس بهالطريقة يلي عم تسأل فيها مثل كأنك واحد متعصب. ما بتعرف شو بيعني هالشي. الناس الأغنياء بيسموها تكبر. ليش عم تعملي هيك؟ أنت بتعرفي شو عم أعمل مشانك؟ بتعرفي كم واحد اتقاتلت معه مشانك أنت؟ طلعي إشكي، نحن بالأساس عم نمر بوقت صعب. إذا بتريدي لا تخلي الأمور تصير أسوأ بعنادك. كل دقيقة بكل يوم ستي بتحكي ضدك، وأنا بجادلها وبدافع عنك وعن تصرفاتك، وبقول لها ما في حدا بهذا العالم كله ما بيغلط، مو بس إشكي اللي بتغلط. وإذا ستي سألتني ليش ما بتعرف لوين راحت إشكي بنص الليل، شو بدك يعني إلا؟ كيف بدك يعني جاوبها؟ أنا ما عم أسألك لأني زوجك وعندي الحق أني أسألك، أو لأنك لازم تخبريني أبداً. أنا بس عم أسأل بحال ستي سألتني أي سؤال لازم يكون عندي جواب أعطيه إياه، مو لازم؟ فلهيك إذا بتريدي بترجعك إلي. وين كنتي؟ كيف بدي أقول لك إني رح أقابل أمك؟ ستي سألتك شي؟ ما رح تقولي لي؟ ليش ما رح تجاوبي؟ أنت عنيدة بالشكل مستحيل إنك تتخيلي. ليش ما بتوثق فيني مشان نحلف؟ إشكي، أنا ضيعتك أكثر من مرة من قبل بسبب سكوتك، وما بدي أعيد هذا الغلط، لهيك سألتك أكثر من مرة. خبريني وين كنتي لهلأ؟ إشكي، أنا ما بدي ستي تشك وتفهمك غلط من جديد. هذا الشيء رح يعملنا سوء تفاهم معه ورح يصعبها. ما بدي إياها أبداً إنه تطلب مني اختار بينك وبينها. فهميني لو سمحتي، لا تحطيني بهذا الموقف لهذا السبب. ترجاكي قليلي، خلص ما بدي أعرف أصلاً، ما فيني أعمل شيء هلأ. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.